وما زال حديثنا مستمر عن الحوار الوطني وعن المحور الاقتصادي بالتحديد. بالتأكيد المحور الاقتصادي بيحظى بأهمية كبيرة في الحوار الوطني، خاصة أنه في لجان مهمة بتناقش التضخم والاستثمار، أيضا التنمية الصناعية. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا اللقاء مع دكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، وهذا اللقاء طبعا أجراه زميل رجاء رمزي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، لسه مستمرين طبعا معاكم في تغطيه وقائع وفعاليات اليوم الثاني من الحوار الوطني في شقه الاقتصادي. اليوم طبعا هناك قضايا اثيرت من الاهميه بمكان في الشق الخاص بالعداله الاجتماعيه تحت مظله المحور الاقتصادي. العديد من القضايا، العديد من الأطروحات هيسعدنا طبعا أن يتكلم عليها بإسهاب المعالي وزير المالية الأسبق مقرر المحور الاقتصادي دكتور أحمد جلال. دكتور أحمد، برحب بحضرتك طبعا على شاشة القناة المصرية. أهلا بك أستاذ رجاي. طبعا يعني في خلال السيشن الأولى، الجلسة الأولى من محور العدالة الاجتماعية تحت طبعا مظلة المحور الاقتصادي، العديد من الأطروحات، العديد من القضايا. بس أنا عايز أبدأ من قبل ما نتكلم في هذا الموضوع، حضرتك كنت تأمل أن القضية تكون من السخونة بمكان، هل حضرتك بمتابعتك القضايا الملفات التي تم طرحها، هل يعني كانت على المأمول من قبل حضرتك؟ شوف، أي حوار من هذا النوع ممكن الأهداف بتاعته تبقى حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن المتحاورين اللي ما كانوش بيتحاوروا قبل كده يبقى عندهم فرصة يتحاوروا، وده ما حصلش. فكان الحوار الوطني بهذا المعنى إدى للأطراف المختلفة الفاعلة في هذا المجتمع فرصة للتعبير عن نفسها. الهدف الآخر هو أن المتحاورين دول يطلعوا بحاجة تفيد المجتمع. أنا في تقديري ما حدث في الندوة الأولى من المحور الاقتصادي في موضوع العدالة الاجتماعية وفى الشرط الأولاني أكتر من الشرط الثاني، بمعنى أن كانت الأحزاب والمؤسسات المدنية والحكومة وغير الحكومة وأطراف العملية السياسية بالكامل كان عندهم فرصة يعبروا عن نفسهم ويقولوا آرائهم. أنا بقول الجزء الثاني لم يتحقق بشكل متكامل، مش بالضرورة لأن الناس ما قالتش أفكار جيدة لتحقيق فكرة الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، بالعكس عدد الأفكار اللي طرحت كثير جدا ومتنوعة وشديدة الغنى والثراء، بس ما كانش في مثلا موضوع واحد يطرح وبعدين الناس كلها تتكلم عليه ويتفقوا على حاجة أو لا يتفقوا عليها. ده بيلقي عبء على المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة، وحضرتك عارف أن عندنا تحت الإقتصاد 8 لجان، فالمقرر والمقرر المساعد لهذه اللجنة هيبقى عنده منيو كده، زي ما تروح المطعم وتلاقي عندك بقى سمك ولحمة وخضار وشوربة، وحتى السمك هتلاقي بقى انواع من السمك واللحمه هتلاقي انواع من فهو انا رايي ان ما طرح على المائده امام المقرر والمقرر المساعد علشان يفرزوه ويطلعوا منه حاجه مفيده هو الكثير. انا بس خايف عليهم يحصل لهم تخمه. هو الشطاره انه ينقي حاجه صحيه ومفيده وبتساعدنا في تحقيق الهدف من النقاش، وهو طرح آراء، توجهات، مبادرات، توصيات، كلها بتصب في تحسين موضوع قضية الحماية والعدالة الاجتماعية. طيب معالي الوزير، حضرتك كان ليك تصور فيما له صلة بما طرح ما بين الواقعية وما بين التغير في التوجه، عايزين مزيد من التوضيح في هذه النقطة. شوف حضرتك، في بعض الناس بترى ان اي حوار لو لم يصل مثلا لتشريع جديد يبقى لم يصل لحاجة، او انه لو ما قالكش تعمل ايه في العنصر في
حاجة محددة، يعني دعم الصادرات تعمل فيه إيه بالظبط، يبقى ما قالش حاجة. أو أنا بعتقد أن كل ده بيبقى أحياناً مطلوب وضروري ومفيد، إنما أحياناً التوصية بتغيير التوجه قد تكون أكثر أهمية، رغم أنها يمكن تبان مش عملية قوي، لأنك لما بتقترح تغيير التوجه، علشان تغير التوجه ده مضطر تاخد شوية إجراءات كتيرة قوي. زي إيه مثلاً يعني؟ يعني زي ما أنا عايز أشجع الصادرات. تمام. لو أنا لنفرض أن أنا كعنوان لنفرض أن أنا استراتيجيتي الآن الاقتصادية هي أن أعمل ما يسمى الإحلال محل الواردات، يعني أنا أدور على بستورد إيه وأروح أنتج الحاجات اللي أنا بستوردها وبعمل اكتفاء ذاتي، ده استراتيجية. عارف لما يبقى عندك هذا التوجه بتعمل حماية جمركية وبتعمل دعم للصناعة الوطنية وبتعمل كمية إجراءات وسياسات كلها بتحابي هذا التوجه. لو انت بقى قلت لا انا محتاج، انا السوق ما فيهوش دولارات وانا عايز دولارات وعايز اشجع التصدير، اول ما تقول ان استراتيجيتي اشجع التصدير هتعمل العكس، مجموعة اخرى من السياسات. فاحيانا زي ايه مثلا، اني افتح اسواق في الخارج، اني اقلل الحمايه الجمركيه عشان ما اشجعش المنتج انه يبيع محلي وانما يبيع في الخارج، عشان يبقى عندي دولارات استخدم هذه الدولارات ان استورد اللي انا محتاجه. ده تصور اخر، ده توجه مختلف وبيتبعه كثير من السياسات. والاحيانا لما تقنع حد بان تغيير التوجه العائد بتاعه على الاقتصاد وعلى الناس وعلى التشغيل وعلى التضخم وعلى وفرة العملة الأجنبية ممكن يبقى أكبر بكتير من أي تشريع ممكن تعمله. فأنا مش عايز أحصر الفايدة من المقترحات اللي ممكن الناس المشاركين في الحوار الوطني يطلعوا بيها فقط لأنك تعمل مقترح تشريعي أو تقول كلمة واقعية، أصل أنت ما قلت ليش تعمل إيه بالضبط في الحتة الفلانية. مش بالضرورة، أحياناً ده ضروري، إنما قد يكون من المفيد وقد يكون من أكثر الحاجات إفادة هي إنك تركز على بتقترح توجه مختلف عما هو سائد، العائد منه قد يكون أكثر بكثير. عظيم جداً معالي الوزير. كمان من ضمن الأفكار اللي حضرتك طرحتها في الكلمة الافتتاحية لحضرتك، كنت بتتكلم عن الفرق ما بين مفهوم العدالة الاجتماعية كمظلة عام وردت طبعا نص عليها في الدستور المصري والتطبيق الخاص بالحماية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية التي يعني تسير فيها الدولة بخطى ثابتة. عايزين نعرف برضو الفرق ما بين العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية. جميل. أنا أعتقد أن الدولة بتسير على الخطين، وإن كان اقتراحي أن احنا محتاجين نعمل أكتر من اللي بنعمله. يعني مثلا تحت بند الحماية الاجتماعية، أنت الحماية الاجتماعية بتستهدف الأفقر في المجتمع، الأكثر احتياجاً في المجتمع، يطلعوا بقى الأفقر دخلاً، يطلعوا ذوي الاحتياجات الخاصة، يطلعوا أخواننا وأخواتنا في القرى، يطلعوا زي ما يطلعوا. أنت في الحماية الاجتماعية يطلع حد كان بيشتغل وبعدين فقد وظيفته ومحتاج إعانة أثناء فترة البطالة، يطلع حد يعي وما عندوش فلوس يتعالج وأنت بتعمل له نوع من سموها ايه العلاج على حساب الدولة على نفقة الدولة، كل دي نوع من الحماية الاجتماعية. ده نوع من الحماية الاجتماعية تقريبا. العدالة الاجتماعية بقى ما هيش جاية، اللي انت بتستهدفه مش فئة واحدة وهي الأكثر احتياجا، وإنما بتستهدف كل طبقات المجتمع. انت عايز المجتمع ده يبقى فيه تفعيل لمبدأ تكافؤ الفرص، يعني أنا لو غني وحضرتك فقير أو العكس، أنا وإنت بنبتدي السباق من نفس المكان، سواء بقى عن طريق التعليم الجيد اللي بيتاح للجميع. يعني مثلا لو عندنا توسعنا في التعليم الخاص على المستوى الابتدائي، أنا مولود لعيلة فقيرة مش هقدر أدخل هذا التعليم، كده أنا ميزت، أنا توجهي وتصوري لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص غير متزن.
لان انا بخلي اللي معاه فلوس هو اللي يقدر يحصل على حاجه والتاني ما بيحصلش. فكره تكافؤ الفرص بقى ليست حكرا، ليست فقط في مجال التعليم، في مجال الصحه، في مجال الحصول على وظيفه، في مجال الحصول على ارض ان ابني مشروع او حاجه، في حتى ممارسه الحقوق المدنيه، حتى في الحصول على القضاء العادل. يعني مثلا لو انت غني هتروح تجيب محامي غني قوي ويطلعك براءه وانت مذنب، وانا فقير وشكلي مش بريء شويه لكن ما عنديش حد يدافع عني، ممكن ما اعرفش يعني اطرح الدليل اللي يثبت براءتي. يعني انا قصدي اقول لك كلمه تكافؤ الفرص بقى اوسع بكثير، وبتتطلب اصلاحات ليس فقط ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، رغم أنها وزارة مهمة وبتقوم بدور هام، إنما المسؤولية التكافؤ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ده بقى مرتبط بكل الوزارات تقريبا. يعني ما فيش وزارة معفية من أنها تقلق على تنفيذ سياسات من شأنها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. الاستثمار، الاستثمار بينطبق عليها نفس الكلام ده. الحكومة لما بتعمل مثلا بنية أساسية، لما بتعمل بنية أساسية في القاهرة تجيها الاستثمار، لا وبنية أساسية عشان أنا وحضرتك نروح من مكان لمكان، الطرق أو الكباري أو الكهرباء أو المية أو الغاز، كل دي خدمات بنية أساسية. لما الحكومة تعمل هذه البنية الأساسية في الصعيد ده نوع من تكافؤ الفرص لأهالينا في الصعيد، علشان يبقى عندهم فرصة أنهم ينتجوا ويبيعوا ويستخدموا الطرق ينقلوا المنتج بتاعهم من مكان لمكان ويبيعوه. طبعا مبادرة حياة كريمة طبعا. فأنا قصدي كلمة العدالة الاجتماعية بمعنى تكافؤ الفرص أوسع بكثير، جزء منها بقى الحماية الاجتماعية، إنما المفهوم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أوسع وبيجب الحماية الاجتماعية. عظيم جدا. طيب دكتور خلينا نتكلم على مبادرة حياة كريمة، على أيضا تكافل وكرامة. الدولة يعني مهتمة بأن هي يعني توفر حياة فيها من الكرامة من الآدمية لشرائح كثيرة من المجتمع المصري، ده من جهة. الجهة الأخرى هناك تحديات، أنا بتكلم هنا ليس فقط على مجال على صعيد التحديات المحلية، لا كمان هناك تحديات على المستوى الدولي والإقليمي. بتكلم 2020 جائحة كورونا، وبعدين تلاتها مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية، تلاتها مباشرة وإن كان يعني الحرب الروسية الأوكرانية لم تنتهي بعد، رفع الفائدة سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المعوقات، كل هذه التحديات، إزاي الدولة هنا يعني تحقق المعادلة؟ السؤال ده معبأ وملغم يا أستاذ رجاء، حلمك علينا شوي. يعني حلمك علينا شوي. يعني شوف الدكتور أحمد جلال طبعا هو الأكيد. كتر خيرك حبيبي. شوف أولا يعني أنا مش عارف أبتدي من فين، إنما ناخد كم جزئية كده. الجزء الأولاني هو مصر بتواجه تحديات، ده حقيقي، تحديات مش من صنعها، يعني مصنعة في الخارج، سواء كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية ورفع سعر الفايدة على الدولار الأمريكي، يعني الأمريكان في أمريكا في الاقتصاد الأمريكي، كل دي تحديات حقيقية، لكن مش مصر لوحدها اللي بتواجهها، كل دول العالم بتواجهها، وأنا ما أقدرش أغيرها. أنا وحضرتك ما نقدرش نروح نوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ممكن طبعا نناقش ونتفاوض ونساعد ونشارك، إنما أنا ما أقدرش أوقفها. فإحنا في الاقتصاد عندنا بنفرق بين نوعين من التحديات، التحديات اللي تحت سيطرتي والتحديات اللي أنا بملك حرية الحركة فيها، exogenous وendogenous. فاللي برة دي أنا باخدها كمعطى وأتعامل بقى مع تحت ما هو سيطرتي. الظروف القهرية خلاص هي الأمر على ما هو عليه، إن أنا أتأقلم إزاي، أتعامل معها إزاي، هو ده السؤال الحقيقي. يا ترى التحديات اللي احنا بنواجهها يا ترى هي فقط صناعة خارجية ولا جزء منها خاص بالسياسات الداخلية؟ انا بعتقد ان احنا بالادوات السياسة الداخلية المتاحة
ممكن نتعامل مع هذه التحديات بشكل أفضل مما نفعله الآن كده ببساطة شديدة. أوكي، تفصيل ده بقى طويل لأنه بتتوقف على أنهي مجال. نركز، سيبنا من كل المجالات الأخرى ونركز في الموضوع اللي كان مطروح النهاردة الصبح، فكرة العدالة الاجتماعية وفكرة الحماية الاجتماعية. هو الجانب المهم فيها هو جانب الأموال اللي مش متاح. يعني انت مثلا احنا بناخد قرض من البنك الدولي علشان نمول تكافل وكرام. طب لما يخلص القرض بتاع البنك الدولي انا لازم اضمن استدامة هذا البرنامج. طب انا بعمل ايه علشان اضمن استدامته؟ طب يا ترى بقى هدي بقى الحاجات المفيدة. ده السؤال الاكثر افادة لانه اكثر تفصيلا واكثر دقة وبيتعامل مع موقف حقيقي ومتكلمش نظري. انا بتصور ان كلمة التمكين اللي اعتقد وزارة التضامن ابتدت تفكر فيها، فكرة ان الناس اللي انت بتديهم فلوس تحويلات نقدية مثلا، بدل ما تديهم تحويلات نقدية وتنمي لديهم عادة الاعتمادية، انت بتمكنهم ان يعملوا مشروع وهم يستقلوا ويخرجوا من كرامة. انا مشارك في رئيس مجلس امناء مؤسسة اهلية، مش عايز اقول اسمها عشان ما يبقاش في دعاية، انما بالاتفاق مع وزارة التضامن هنعمل عدد من المشروعات في الفيوم، تشغيل السيدات اللي جايين من الليستة بتاعت السيدات اللي كانوا عايشين على الدعم النقدي تكافل وكرامة، وهيشتغلوا في مصانع وهيعيلوا نفسهم وهيتعلموا حرفة وحتى هيتملكوا الأصل. ده تمكين، ده غير الاعتمادية. فأنا قصدي في إطار البرنامج الواحد أنت ممكن تعمل حاجات تحت سيطرتك، تستمر في تقديم البرنامج لكن تنتقل من مرحلة المنح إلى مرحلة التمكين. أنا بتصور أن ده توجه استراتيجي صحيح بيوفر على الموازنة العبء اللي كانت تتحمله في المستقبل، بيخلينا مش محتاجين ناخد من البنك الدولي علشان نعمل تكافؤ وكرام. أنا ليه موافقين عليه يعني. أنا قلت ليه التفصيل لأنه أنت محتاج تبتدي بقى تبص على سواء تكافل وكرامة أو سواء مبادرة حياة كريمة، أنت محتاج تمشي أبعد من النظرة العنوان الرئيسي والنظرة السطحية. يعني ما تقول لي حياة كريمة، طبعا من ناحية المبدأ هي هايلة، يعني ما فيش حبدا، يعني أنا سعيد بها سعادة بالغة لأنك في الحالة دي بتعمل إصلاحات تقريباً في حياة لناس كانوا تعبانين كويس. يعني انما انا يهمني قوي ان يبقى في مناقشه، هي هتنفذ ازاي، هو مين اللي هيستفيد، هو دي افضل وسيله لاني اعمل له حياه كريمه ولا في طريقه اخرى. حضرتك يمكن سمعتني النهارده بقول انه علم الاقتصاد قائم على فكره تمحيص البدائل، مش قائم على ان دي كويسه ولا وحشه. محدش ابدا هيقول لك ان حياه كريمه دي وحشه، هناك بدائل انما ويجب النظر في البدائل من هو البدائل الأصلح والمستدام واللي ليه فائدة أعلى وبيفيد أكبر عدد من الناس. هي دي المحاور، ما أعرفش أكلمك فيها غير لما أعرف التفاصيل وغير لما أعرف أنت هتركب عربية ولا جمل ولا طيارة. إحنا كمان يا دكتور عايزين موضوع النظر في البدائل في الجلسة القادمة اللي هي هتناقش موضوع غلاء الأسعار يعني والتضخم، ودي أعتقد هتبقى يعني جلسة من الجلسات اللي هي الأكثر سخون. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد، وعلى وعد طبعا يعني لقاء آخر بعد المحور الخاص بغلاء الأسعار والتضخم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.